سيطرت كتائب المعارضة السورية على قرية سكيك في ريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة خاضتها مع قوات النظام والفصائل المساندة لها. وأفادت مصادر إعلامية محلية بسيطرة كتائب المعارضة على القرية إثر اشتباكات أعقبت تمهيدا مدفعيا استهدف نقاط تمركز جيش النظام والمباني التي يتحصن فيها داخل القرية، كما تم تدمير دبابة وعربة عسكرية، وهو ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمي ماء. في هذه الأثناء شنت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات جوية استهدفت محيط الاشتباكات وأطراف القرية بالتزامن مع قصف تابع لمدفعية النظام المتمركزة في جبل زين العابدين وحواجزه في بلدة مورك.